في اليوم التاسع للعدوان على لبنان وفي ظل التحشيد العسكري الإسرائيلي الذي يروج له الاحتلال على الحدود ومزاعمه عن توغل بري نفته مصادر الميادين حتى الساعة، أدخلت المقاومة الإسلامية في لبنان صواريخ فادي 4 في مستهل سلسلة عمليات خيبر والتي بدأتها اليوم لتدك ضواحي تل أبيب مستهدفة مقر الموساد مجددا. الاحتلال الذي اعترف بقدرة حزب الله الذي لم يقل بعد كلمته الأخيرة بتأكيد الإعلام الإسرائيلي عاود استهداف المباني السكنية في عدوانه المستمر على لبنان وواصل مجازره في غزة وآخرها في خان يونس وانصيرات، فيما المقاومة بقيت على تصديها مدعومة بجبهات الإسناد الماضية على مبادئ سيدي شهداء طريق القدس. وعلى وقع عملياتها المكثفة التي وصلت اليوم إلى ضواحي تل أبيب، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان بدء سلسلة عمليات خيبر والتي استهلتها باستخدام صواريخ فادي 4 مستهدفة قاعدة جليلوت التابعة لوحدة 8200 ومقر الموساد في ضواحي تل أبيب، في حين تحدث الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق 3 صواريخ من لبنان نحو تل أبيب الكبرى. وسائل أعلام إسرائيلية قالت إنه تم قطع طرق شرق تل أبيب وأكدت وقوع إصابات. المقاومة الإسلامية نفذت 7 عمليات أخرى وأعلنت استهداف تجمع لجنود العدو بين موقعي الرمثة والسماقة في تلال كفرشوبة اللبنانية المحتلة ب32 صاروخ كاتيوشا، وأعلنت استهداف تجمع لقوات الاحتلال في ثكنة دوفيف بصواريخ فلق 2 وتجمعا آخر قرب مستعمرة روشبينا بصلية صاروخية. المقاومة الإسلامية أعلنت أيضا استهداف تحركات جنود الاحتلال في موقع المطل بقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة، واستهدفت المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود الاحتلال في مستوطنة المطل بصلية صاروخية، واستهدفت كذلك تجمعا لجنود الاحتلال في مستوطنة أفيفيم بسلاح المدفعية وتجمعا له عند بوابة مستوطنة شتولة بالقذائف المدفعية وحققت إصابة مباشرة. إلى ذلك أكدت وسائل أعلام إسرائيلية سقوط صواريخ في المطل المحاذية لبلدتي كفركلا ولخيام في جنوب لبنان، وبالتوازي أكد مراسلنا ألا تأكيد من أي مصدر ميداني بدخول قوات الاحتلال الإسرائيلي برا واختراق الحدود اللبنانية. جيش الاحتلال كان أعلن منتصف الليلة الماضية بدء عملية برية جنوب لبنان، وأشار إلى أنه تمت الموافقة على مراحلها وأنه يتم تنفيذها وفقا لقرار المستوى السياسي. وأعلن كذلك أن الفرقة 98 تقود هذه العملية البرية برفقة قوات من المظليين وكوميندوز واحتياط. وخلال الساعات الماضية كثف جيش الاحتلال من قصفه المدفعي واستهدف قرى وبلدات حدودية في القطاعي الغربي والأوساط جنوبي لبنان، وقد ارتقى 10 شهداء وعدة جرحى في مجزرة ارتكبها الاحتلال في بلدة الداودية الجنوبية. وفي البقاع أفاد مراسلنا بارتقاء 8 شهداء في بلدة مشغرة جراء غارة على مركز إسعافي. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت كثف الاحتلال من غاراته وشنت طائراته 8 غارات استهدفت مجمعات سكنية في مناطق الليلكي والمريجي وحارة حريك وبرج البراجني، كما دمرت مبنى قناة السيرات. وقد أكد حزب الله لا صحة لادعاءات الاحتلال الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية ومن بينها مبنى قناة السيرات.
وفي صيدا جنوبي لبنان شيع أبناء المدينة شهداء مجزرة عين الدلب التي ارتفعت حصيلتها إلى نحو 60 شهيدا، وشيع أبناء مخيم عين الحلوي للاجئين الفلسطينيين 6 شهداء ارتقوا في غارة إسرائيلية استهدفت ليلا منزل لواء منير المقدح مسؤول فرع لبنان بكتائب شهداء الأقصى، ومن بين الشهداء أيضا نجل لواء منير المقدح وزوجته وثلاثة أطفال. وللوقوف أكثر على أبرز وآخر التطورات تنضم إلينا من جنوب لبنان مراسلتنا فاطمة فتوني، كما ينضم إلينا من بيروت الزميل عباس صباغ. نرحب بكما ونسأل ونبدأ معك فاطمة لنستطلع منك الأوضاع في جنوب لبنان، كيف تبدو في منتصف هذا النهار؟ نعم ديما، أعلنت المقاومة قبل قليل في بيانها التاسع حتى هذه اللحظة عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في موقع المطلي مجددا. المطلي الموقع والمستوطنة استهدفتها المقاومة اليوم لأكثر من مرة، دوت فيها صافرات الانذار أكثر من 5 مرات. نتحدث عن مستوطنة تقع في الخط الحدودي الواجه مع لبنان تحديدا مقابل بلدتي كفركلة ولخيام، إضافة إلى إصدار المقاومة أو إعلان المقاومة عن استهداف المواقع التي تقع في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة بأكثر من 30 صافرة صاروخا. نتحدث عن موقعي الرمثة والصماقة. بمعظم بيانات المقاومة اليوم أكدت فيها استهداف تجمعات وتحركات لجنود الاحتلال في الخطوط الأمامية في مستوطنات دوفيف، شتولة، أفيفيم. أيضا كل هذه المناطق والمستوطنات استهدفت المقاومة تحركات جنود الاحتلال، وهذا يدلل على الحضور القوي للمقاومة في الخطوط الأمامية تحديدا في خط المواجهة. ودوت صافرات الإنذار على امتداد المستوطنات داخل الأراضي المحتلة، إن كان في إصبع الجليل وصولا إلى الجليل الأعلى حتى الجليل الغربي، أيضا في زرعيت وشتولة وغيرها من المستوطنات التي دوت فيها صافرات الإنذار. لم تهدأ الصليات الصاروخية منذ فجر اليوم باتجاه الأراضي المحتلة. لا نتحدث فقط عن مواقع تقع في الحافة الأمامية، إنما أيضا المقاومة أعلنت اليوم مع ارتفاع وتيرة الحديث الإسرائيلي عن العمليات البرية المحدودة أو العملية البرية المحدودة كما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، أطلقت المقاومة سلسلة عمليات خيبر مستخدمة صواريخ فادي 4 للمرة الأولى، واستهدفت قاعدة جاليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 بالإضافة إلى ومقر الموساد في ضواحي تل أبيب. إذا نتحدث عن قواعد عسكرية وأيضا يعني أهداف عسكرية بعيدة عن خط المواجهة، وهذه رسالة ترسلها المقاومة اليوم من جنوب لبنان ومن المنطقة الحدودية للاحتلال الإسرائيلي الذي يزعم أنه قادر على الدخول إلى الأراضي اللبنانية. حتى هذه اللحظة لم يستطع الاحتلال التخطي خطوة واحدة داخل الأراضي اللبنانية، ولا شيء يؤكد أنه دخل إلى الأراضي اللبنانية، وأكبر دليل أنه ما زال يركز قصفه على نفس المناطق التي كان يستهدفها يوم أمس وأشعل فيها حرائق كسهل الخيام والخيام والسداني، إضافة إلى تل نحاس وكفر كلا وهذه المناطق بالإضافة إلى تلة العويضة. الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات اليوم كان آخرها على كفر حمام ميس الجبل، بالإضافة إلى غارة على الطريق التي توصل إبل السقي بكوكبة، مما أدى إلى قطع هذا الطريق الذي يوصل مناطق مرج عيون بحصبية، بعدما كان جيش اللبناني قد عمل على فتح هذا الطريق صباح اليوم من جراء الغارة التي أصابت هذا الطريق الليلة الماضية. إذن كنا أمام اعتداءات إسرائيلية، عمليات المقاومة مستمرة باتجاه الاحتلال باتجاه الأراضي المحتلة. وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت أن حزب الله لم يقل بعد الكلمة الأخيرة، وهذا ما يترجم حقيقة في ميدان المقاومة في ميدان جنوب لبنان الذي ما زال يطلق صليات صاروخية باتجاه هذه المواقع والمستوطنات الإسرائيلية وأيضا الأهداف العسكرية. نتحدث عن قاعدة جاليلوت المسؤولة مباشرة عن ملف الاغتيال اغتيال القادة، وهي استهدفتها المقاومة سابقا عندما ردا على اغتيال الشهيد القائد فؤاد شكر، عندما أعلن حينها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن استهداف هذه القاعدة بشكل مباشر، بالإضافة أيضا إلى مقر الموساد في ضواحي تل أبيب. إذن كلها أهداف عسكرية تطالها صواريخ المقاومة، لا زالت رسائل المقاومة تصل لهذا الاحتلال، وأكبر دليل ما نرصده من الإعلام الإسرائيلي الذي يعني ينشر تصريحات عن مسؤولين إسرائيليين وعسكريين.
شكرا جزيلا لك يا زميلة فاطمة فتوني، كنت معنا من جنوب لبنان. أما الآن نتحول إلى الزميل عباس صباغ لنرصد أيضا الأوضاع لديه في بيروت وضاحية بيروت الجنوبية، وبالتالي عباس كيف يبدو الوضع لديك؟ نعم، تحية لك دينا وللزملاء ولمشاهدي المدينة الكرام. بطبيعة الحال الهدوء يسيطر على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الغارات التي شنها جيش الاحتلال قبل منتصف الليل واستمرت حتى الساعة الأولى من فجر هذا اليوم. الغارات والاعتداءات تركزت على مناطق الليلكي والمريجي وبرج البراجني ومنطقة بئر العبد. يعني في الليلكي استهدفت الطائرات الإسرائيلية طائرات جيش الاحتلال مجمعا سكنيا فدمرت 8 مباني سوتها بالأرض، وأيضا في منطقة بئر العبد قصف جيش الاحتلال مبنى لقناة الصراط وأيضا سوى البناية المبنى بالأرض، وأيضا في منطقة برج البراجن. يعني هذه الغارات الثلاث هي التي نفذها جيش الاحتلال بعيد التحذير الذي أطلقه بالأمس، والذي زعم بأن هناك مخازن ومخازن أسلحة لحزب الله في هذه المناطق. لم نرصد يعني منذ لحظة وقوع الغارات والاعتداءات على هذه المناطق وتحديدا على منطقة الليلكي انفجار أي صاروخ أو أي ما يظهر بأن جيش الاحتلال ما قاله أو ما زعمه هو دقيق. طبعا إلا أنه عندما يحدد المنطقة التي يقول فيها أن هذه المنطقة هي منطقة عسكرية تكون اعتداءاته خارج تلك المناطق، وذلك هذا لمسناه وعيناه للمرة الثالثة عندما يطلق تحذيرات لمباني محددة ثم يقوم باستهداف والاعتداء على مباني أخرى. أود الإشارة أيضا إلى أن المسيرات الإسرائيلية تحلق بشكل متواصل فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، كانت على علو من منخفض والآن على علو متوسط. هذه المسيرات لا تبارح أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، مع الإشارة إلى أن مطار بيروت الدولي لا زال يعمل ضمن إمكانات يعني الشركات الطيران التي لا تزال تحط في مطار هذا المطار. يعني حتى اللحظة هبطت ما يقارب 4 طائرات في هذا المطار وأقلعت 3 طائرات منه حتى اللحظة. بطبيعة الحال الضاحية الجنوبية نزح سكانها بعد التهديدات وبعد الاعتداءات الإسرائيلية المتنقلة التي طالت أكثر من منطقة في هذه المنطقة التي تتعرض لهذا العدوان غير المسبوق والمتواصل منذ أيام، ويذكر بما كانت تشهده هذه المنطقة من اعتداءات وعدوان خلال عدوان تموز يوليو عام 2006. بعض الأهالي بطبيعة الحال يعني عندما يستغلون أوقات الهدوء لتفقد منازلهم أو لأخذ بعض الحاجيات من تلك المنازل ومن ثم يغادرون. بطبيعة الحال يعني هذه الضاحية الجنوبية الدخان لا يزال يتصاعد من المكان الذي اعتدى عليه جيش الاحتلال بغارات مكثفة على تحديدا على هذه المنطقة في الليلكي، وهذه الدخان يعني لا زال يتصاعد منذ لحظة الغارات، إضافة إلى تصاعد الدخان من أكثر من منطقة استهدفها العدوان الإسرائيلي إن كان في الكفاءات أو حتى في منطقة الشويفات. وبالتالي لم تسجل غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ الساعة الثانية أو 1:30 من فجر هذا اليوم. نعم دينا. زين لك الزميل عباس صباغ مراسلنا من بيروت. نذهب الآن إلى الزميل جمال الغربي مراسلنا من الصيدة لنستطلع منه أكثر حول الأوضاع أيضا لديه في صيدة، كيف تبدو؟ إذا جمال، الأوضاع في صيدة على وقع المجزرة التي ارتكبت منذ يومين، وأيضا ماذا عن باقي قرى وبلدات قضاء الزهراني جنوب صيدة؟ نعم دينا، بداية قبل قليل رصدنا إطلاق نيران مباشرة من لبنان باتجاه الجليل الأعلى. بحسب الإعلام الإسرائيلي صافرات الإنذار دوت في إفتاح المالكي راموت نفتالي وادي شون. واستكمالا لمقالته الزميلة فاطمة فتوني قبل قليل، المقاومة أيضا أعلنت عن عملياتها 10 والتي استهدفت تجمعا لقوات العدو في مستعمرة كفرج العادي بطلية من صواريخ الكاتيوشا. هذا إن دل على شيء بطبيعة الحال يدل على أن المقاومة حاضرة في الميدان وترصد أي تحرك للاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا في المستعمرات على الحدود مع لبنان. هذا فيما يتعلق في الوضع الميداني في الجنوب. فيما يتعلق بما سألت عنه، قرى قضاء صيدا، قرى قضاء الزهراني، ساحل الزهراني، قرى قضاء جزين، قرى قضاء النبطية، كل هذه المناطق حال من الهدوء الحذر يسود هذه المناطق. يترافق ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في هذه الأجواء، لكن يعني الاستهدافات
في الساعات القليلة الماضية تركزت في قرى قضاء النبطية، وتحديدا كان هناك استهدافان. الاستهداف الأول كان في منطقة النبطية الفوقى، والاستهداف الثاني كان في قرى قضاء النبطية وتحديدا في منطقة إقليم التفاح بين قرية جرجوع وعرب صليم. أما فيما حصل في مدينة صيدا من مجزرة مروعة صباحا، الاحتلال الإسرائيلي نفذ أو ارتكب مجزرة مروعة في مخيم عين الحلوة عندما حاول اغتيال قائد كتائب شهداء الأقصى في لبنان اللواء منير المقدح، لكنه فشل في عملية الاغتيال. ولكن في هذه العملية ارتقى نجل اللواء المقدح الشهيد حسن منير المقدح الذي من المفترض أن يشيع بعد قليل في مخيم عين الحلوي، إضافة إلى خمسة أشخاص ليرتفع عدد ضحايا مجزرة عين الحلوي 6 أشخاص، نجل اللواء المقدح والباقي هم من الأطفال والنساء. أما بالنسبة للمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد في عين الدلب، عمليات رفع الأنقاض ما زالت مستمرة، فرق الإنقاذ وفرق الإسعاف تحاول يعني العثور على المفقودين الذين ما زالوا تحت الأنقاض في هذا المبنى المؤلف من 6 طوابق. اليوم مدينة صيدا كانت قد شيعت قسم كبير من الشهداء، علما بأن الحصيلة الغير نهائية يعني قاربت أو تخطت 60 شهيد، إضافة إلى عشرات الجرحى. وكانت يعني بلدة الوردانية أيضا في الأمس استقبلت جثامين 9 شهداء من هذه المجزرة، وذلك كوديعة لكي يتم نقلهم لاحقا إلى بلدتهم عيترون. في نفس الوقت أيضا كانت بلدة حارة صيدا قد شيعت شهدائها في الأمس. هذا هو الحال هنا في مدينة صيدا ومحيطها، إضافة دينا إلى تزايد عدد يعني النازحين أو تزايد عدد الوافدين إلى منطقة صيدا ومحيطها، وأيضا باتجاه المناطق الأكثر أمنا في ظل التهديدات التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي. دينا، شكرا جزيلا لك الزميل جمال الغربي، كنت معنا من صيدا جنوب لبنان. ونشير مشاهدينا إلى هذا العاجل، مراسل الميادين في البقاع شرق لبنان يتحدث عن غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك، لكن في البقاع الغربي تحديدا في سحمر، أو من سحمر ينضم إلينا زميل عمر كايد. عمر، ماذا في التفاصيل لديك؟ والحديث يدور عن مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في البلدة. إذن هناك حديث عن مجزرة إسرائيلية ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في البقاع الغربي. من هناك الزميل عمر كايد سيفينا بعد قليل. أكثر البلدات التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية. نعم عمر، نسمع، تفضل. نعم دينا، نحن في بلدة سحمر. بلدة سحمر من أكثر البلدات التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية منذ بداية العدوان حتى الآن. تجولنا في هذه البلدة، دمار كبير جدا، نزح الكثير من الأهالي من هذه البلدة بسبب كثافة الغارات التي تضرب البلدة. بلدة سحمر تعتبر من البلدات التي دائما تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية طوال المواجهة مع هذا الاحتلال الإسرائيلي. في عام 1996 في عناقيد الغضب استهدف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة كان يلتجئ إليها بعض المدنيين في هذه المدرسة، وارتقى عدد من الشهداء، عشرات الشهداء ارتقوا في هذه المجزرة. أيضا في عام 2006 جرى استهداف الكثير من البنى التحتية في بلدة سحمر، وضربت الكثير من البيوت في هذه البلدة. أيضا في هذه الجولة الآن منذ أسبوع حتى الآن، تقريبا معظم أهالي هذه البلدة تركوا بلدة سحمر، وجرى فيها مجزرة كبيرة منذ يومين، حيث جرى وقد عينا صورنا هذا المركز الصحي الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي، وسنوافيكم بهذه اللقطات. جرى استهداف المركز الصحي، استشهد 6 مسعفين، دمرت حوالي 5 سيارات إسعاف عيناها ورأيناها. أيضا هناك دمار لعشرات السيارات، دمار 3 أبنية بشكل شبه كامل فقط في هذه الغارات. وذهبنا أيضا إلى وسط البلدة، هناك دمار شبه كامل في وسط البلدة، حوالي 15 مبنى دمر
دمرت وسط البلدة. إذن بلدة صحمر ورغم أنها ليست بلدة حدودية دينا، رغم أنها ليست بلدة حدودية، لكن باعتبارها إحدى أصلب البيئات الاجتماعية الحاضنة للمقاومة، منها خرج الكثير من المقاومين وعلى ثراها استشهد الكثير من الشهداء. لهذا تعتبر إحدى الدروع الحصينة للمقاومة، لهذا يجري استهدافها بشكل شبه مستمر. نحن مثلا هنا دينا أمام أحد المنازل كما ترين، هذه سيارة مدنية، هذه سيارة مدنية، هذه سيارة مدنية، هذه أيضا سيارة مدنية، هناك أيضا سيارة مدنية. إذا ما توجهنا أيضا إلى هذا المنزل مثلا، إلى هذا المنزل، وهذا منزل كما نراه، هذا منزل كما نراه منزل حديث، ثلاثة سيارات مدمرة هنا. في داخل هذا المنزل أيضا هناك سيارة مدمرة، وأيضا المنزل تعرض لقصف. هذا نموذج للغارات الإسرائيلية التي تستهدف هذه المناطق، هذا نموذج. إذن استهداف واضح للمدنيين. حتى الآن دينا، حتى الآن كما أفدنا من بعض المصادر الصحية في صحمر، هناك 21 شهيدا فقط في هذه البلدة، وهناك عشرات الجرحى. بلدة صحمر، هناك 4 بلدات في البقاع الغربي تتعرض بشكل شبه يومي للغارات الإسرائيلية. هذه نتكلم عن ميدون وعن مشغرة وعن صحمر ويحمر ولباية، 5، لكن صحمر هي الأكثر تعرضا للغارات الإسرائيلية. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الزميل عمر كايد، لكن سنحاول العودة إليه فور جهوزه. إذن أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خطط للمقاومة لمستقبل طويل وكان دائما يجهزها لأي طارئ، وقال للميادين إن المقاومة بهيكليتها ومواقعها وأسلحتها متماسكة وأن بنيتها صلبة وهي تدافع عن بلدها في قلب الحرب. أستطيع أن أؤكد مجددا أن المقاومة بهيكليتها وبمواقعها وبأسلحتها هي إن شاء الله متماسكة وبنيتها صلبة وثابتة، وهي ستخوض هذه المواجهة، وهي اليوم في قلب الحرب تدافع عن بلدها وتساند أيضا الشعب المظلوم في غزة. لكن نحن انتقلنا إلى مرحلة جديدة، المقاومة في كل مواقعها حاضرة في الميدان، موجودة في الميدان. نحن معنيون جميعا في لبنان أن نتصدى لهذا العدوان، أن نواجهه وأن نمنعه من تحقيق أهدافه. المرحلة هي مرحلة الصمود والثبات والتحمل والصبر. نودع الشهداء والقادة، يستلم آخرون ويكملون المسيرة. هذه هي طريقتنا وهذه هي منهجنا وهذه هي ثقافتنا. النائب فضل الله أكد كذلك أن المعركة اليوم هي لمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه ومشروع شرق أوسط جديد في المنطقة. إذن هي لحظة مواجهة ولحظة تصدي وصمود ومواصلة عمل المقاومة. الأولوية اليوم أن يقف العدوان على بلدنا وعلى شعبنا، وأن يقف العدوان على الشعب الفلسطيني. الإدارة الأمريكية ومع الكيان الصهيوني يطلقون أحلام بأنهم يريدون أن يرسموا شرق أوسط جديد، وبأنهم يتباهون باللحظة بأنهم استطاعوا أن يغتالوا هذه الشخصية الإسرائيلية ويبنون على ذلك من أجل أن يهيمنوا على المنطقة. هم لم يفهموا ثقافة هذا الشعب. الشهادة والاستشهاد في الميدان تزيده صلابة وقوة وحضور وتجعله أكثر ثباتا، لأنه عندما يستشهد القادة يستعد الجميع للمواجهة، ويكون ذلك عقد إضافي من أجل منع العدو من تحقيق أهدافه. في المقابل أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بحث في مكالمة هاتفية مع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالنت التطورات الأمنية والعمليات الإسرائيلية. أوستن أكد دعم الولايات المتحدة لما سماه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إيران وحزب الله وحماس وأنصار الله والمنظمات الأخرى المدعومة من إيران بحسب تعبيره، واتفق الجانبان على ضرورة تفكيك البنية التحتية الهجومية على طول الحدود لضمان عدم تمكن حزب الله من شن هجمات على غرار هجمات 7 أكتوبر بحسب وصفه.
وللوقوف أكثر على أبرز وآخر التطورات في منطقة البقاع الشمالي، ينضم إلينا من هناك الزميل محمد الساحلي لنسأله عن التطورات هناك على وقع العاجل الذي ورد منذ قليل على شاشة الميادين. محمد، يفيد بأنه غارات استهدفت محيط مدينة بعلبك، وبالتالي ماذا في التفاصيل؟ نعم دينا، بالأخبار الميدانية هناك استهداف أو غارة إسرائيلية داخل مدينة بعلبك، وبحسب المعطيات الأولية استهدفت منزلا في حي الواد الواقع جنوب شرق مدينة بعلبك. هذه ثالث غارات تطال منطقة البقاع الشمالي منذ الصباح. الغارة الأولى كانت استهدفت منزلا أيضا في بلدة طليا جنوب بعلبك، ومن ثم قبل حوالي الساعة من الآن كان هناك استهداف لمنزل على طريق عام بعلبك حمص، وتحديدا في بلدة البزالية، مما أدى أيضا إلى قطع الطريق. يعمل الآن على إعادة فتحه، بالإضافة إلى غارة استهدفت حي الواد في مدينة بعلبك. بطبيعة الأحوال سوف أستغل وجودي هنا في بلدة رأس بعلبك، حيث هناك عدد من النازحين الذين خرجوا من البلدات المحيطة. سوف أحاول بالقدر الممكن أن نظهر بعض المبادرات التي تقوم بها جمعيات وطنية، وبالإضافة إلى الدعم الكبير الذي قدمه أهالي هذه البلدة. هنا دينا داخل مبنى بلدية رأس بعلبك هناك مطبخ، حيث يتم تحضير الطعام لخمسة مراكز تحوي النازحين، بالإضافة إلى مركز آخر هو جار هذه البلدة. هنا المبادرات كانت خلال التسعة أو الثمانية أيام الماضية كانت تعتمد على مبادرات أهلية، بالإضافة إلى التقديمات من الأهالي. اليوم جمعية دراسات دخلت إلى هذه البلدة وقامت بإنشاء مطبخ في هذه البلدة لكي تقوم بتقديم الوجبات الغذائية لستة مراكز إيواء موجودة في البلدة، بالإضافة إلى أنه بحسب التقديرات الغير رسمية هنا في بلدة رأس بعلبك يحكى عن حوالي 1000 نازح منتشرين داخل البلدة بمراكز الإيواء، ويضاف إليهم بحوالي 2000 هم في منازل البلدة. أغلبية هذه السكان قدمت لهم المنازل دون مقابل، وهناك نسبة أيضا لا بأس بها استأجرت منازل. هنا أتحدث فقط عن بلدة رأس بعلبك. يتم تحضير الطعام داخل هذا المطبخ، ومن ثم يتم توضيب الوجبات في هنا، ومن ثم يتم نقلهم إلى مراكز الإيواء الستة المنتشرة هنا في بلدة رأس بعلبك. ودينا هذه حال بلدة رأس بعلبك كحال بلدة القاع أيضا، التي تحدثنا برسائل سابقة أنها أيضا تعتمد على مبادرات فردية في ظل غياب تام كان للمنظمات الدولية. بدأنا نسمع منذ الأمس واليوم بدأت المنظمات الدولية تدخل بدعم مباشر، إن كان اليونيسف أو حتى الصليب الأحمر الدولي، والآن سألت هنا القيمين عن مدى تدخل المنظمات الدولية. بدأت تتدخل منذ الأمس، ولكن ما زالت مقابل الحاجات هي تدخلات بسيطة جدا. سوف أحاول أيضا بدقيقة أن أستضيف أحد المعنيين هنا عن مراكز الإيواء، الأستاذ جهاد رزق. أستاذ جهاد، بس خبرنا جهاد رزق، خلال 8 أيام الماضية أنتم كأهل الرأس كيف استوعبتوا؟ نحن بالبداية بنعزي أهلنا أهل الشهداء، وطبعا نحن نعتبر حالنا واحد على السراء والضراء مع أهل منطقتنا. ونحن باللحظة الأولى وقت اللي بلش القصف أهل القرى المجاورة لجأوا لضيعتنا، ف يعني قمنا بمبادرات فردية مباشرة دغري تلقائيا، واستضفناهم بالبيوت حيث أمكن، وانفتح ساعتها مراكز إيواء بالسنوية وبالمتوسطة. صار للآن عندنا تقريبا 5 مراكز إيواء لأهلنا، وما بنحب نسميهم نازحين، هودي أهلنا، ها مواطنين لبنانيين. وطبعا الحاجيات كانت معدومة، يعني المطالبات كثيرة وما
ما باليد حيلة. قدرنا أمننا اللي بنقدر عليه بمبادرات فردية وبمساعي من ناس خيرين، ولكن العتب الأكبر أنه هال يعني الدولة كجهاز دولة ما بين الاهتمام المطلوب بهالكوارث مثل ما لازم، لا سيما بموضوع الصحي يعني. الحقيقة كمان في بعض الجمعيات مثل الصليب الأحمر، مثل كاريتاس، مثل جمعيات معنية قامت ببعض المبادرات مشكورة، منظمة العمل ضد الجوع، واليوم كان في افتتاح لمطبخ بمبادرة من جمعية الدراسات والتدريب. اليوم ببلش أول يوم، ونساء الضيعة هن متطوعين للطبخ وللمساعدة. وللحقيقة يعني شو يعني بنناشد كل الجهات المعنية إنه ترفع وتيرة الدعم، لأنه الناس صرنا على أبواب الشتاء، اليوم برد يعني. إذا استمر الوضع هيك في عنا كوارث، في ناس مريضة، في ناس مقعدين، في ناس بحاجة لأدوية. يعني ما بعرف وزارة الصحة لليوم شو ناطرة مستوصفاتها وهيئاتها مطلوعة على الأرض. اليوم نحكى أنه استهدفت بلدة إبل السقي التي هي اليوم من نسيج طائفي تاني. هل اليوم معقول براس بعلبك يتغير شو التوجه إذا اليوم في نازحين اجوا على هاي المنطقة؟ نحن مش جديد علينا هذا العمل. راس بعلبك معروفة من زمان أنه هي مع أهل منطقتنا اللي هن من طوائف أخرى، يعني خلينا نسميها واحد. اللي بيصير عليهم بيصير علينا، والناس بقلوبنا وما بهمنا هنن وكل عدوانيتهم وإجرامهم آخر هم. راس بعلبك بتقدم أكثر وأكثر. شكرا. إذن دينا، هذا الحال يشبه كثير من حال البلدات المجاورة، بلدة القاع أيضا والكنيسة عبر الأب اليان نصر الله، بالإضافة إلى كما تحدثنا إلى البلدية، بالإضافة إلى جمعيات في المنطقة تعمل بمبادرات تشبه هذه المبادرات التي يقوم بها هنا أهل راس بعلبك. شكرا جزيلا لك الزميل محمد الساحلي مراسلنا من البقاع الشمالي. في غزة يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية، حيث ارتقى عدد من الشهداء بقصف إسرائيلي استهدف النازحين في خان يونس، واستشهد 9 فلسطينيين بعد قصف الاحتلال مدرسة يعيش فيها نازحون في حي التفاح بمدينة غزة شمالي القطاع، وارتكب جيش الاحتلال مجزرة بعد قصف منزلين في مخيم سيرات، فيما واصل نصف المباني السكنية في رفح. قصف إسرائيلي من جديد لخيام النازحين في منطقة مواصي مدينة خان يونس، هذا ما جرى قبل قليل، حيث ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بقصفه هاتين الخيمتين أو خيمتين هنا كما تشاهدون. هذا المكان شهد سقوط إحدى الصواريخ من طائرة مسيرة إسرائيلية، وقد طبعا دمر الخيمة بشكل كامل. كما تتابعون فإن الأماكن المستهدفة هي خيام للنازحين، وكذلك أيضا مليئة بالأطفال، مليئة بالنساء أيضا. ويكرر الجيش الإسرائيلي إذن مأساة استهداف أو جرائمه باستهداف خيام النازحين. ثمة خيمة أخرى استهدفها الجيش الإسرائيلي في الناحية المقابلة، ها هنا أيضا استهدفها الجيش الإسرائيلي، وقد أدى القصف الإسرائيلي إلى ارتقاء شهداء وعدد آخر من الجرحى. إحنا قاعدين في بيوتنا، والله ما في ولا حاجة، ما شفنا غير الطيارة بتضرب في الناس وهي نايمة. قاعد بصلي الزلمة، قاعد بصلي في الشيشة، والله ما في حاجة، فيش أمل في الخيمة، فيش أمل في السوق، فيش أمل في الشارع. حرام عليك، اتقوا الله يا عالم، حل علينا أطفال ونساء. لحم لموا لحم، ودوا على الكرات، فيش سيارات، فيش اسعافات، على الكرات المد اللحم. حرام عليكم يا الله، ارحمونا يا رب. يلا يا عم يلا.
مجزرة مروعة يرتكبها الجيش الإسرائيلي هنا في مواصي مدينة خان يونس. هنا طواقم الدفاع المدني جاءت لتفقد المكان ومعاينة الأضرار، وواضح بأن المجزرة أدت إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء وإصابة عدد آخر. وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية والطائرات المسيرة ما زلنا نستمع إليها طبعا تحلق على ارتفاعات منخفضة، والمكان هنا كما يخبرنا الزملاء خطير للغاية. من مواصي خان يونس، أحمد غانم، الميادين. ويبقى معنا مراسلنا من غزة أحمد غانم. أحمد، نستطلع منك أكثر الأوضاع داخل قطاع غزة. دينا، في الحقيقة في نصف ساعة ارتكبت إسرائيل مجزرتين مروعتين للغاية. الأولى كما تابعتم في التقرير استهدف خلالها الجيش الإسرائيلي خيمتين للنازحين في منطقة شارع العطار بمواصي مدينة خان يونس جنوب غرب المدينة تحديدا. هاتين خيمتين تقعان في أكبر مخيمات النازحين في غربي خان يونس، نجم عنهما ما يزيد عن 9 شهداء، وهناك أعداد أخرى بحالة خطرة يتلقون الرعاية الطبية. صاروخين من طائرة مسيرة استهدفتا طبعا أو استهدف هذين الصاروخين خيمتين متلاصقتين في تلك المنطقة. وبطبيعة الحال نحن نؤكد كما أكد جهاز الدفاع المدني بأن معظم هذه المناطق هي مناطق مليئة بالنازحين، معظم الشهداء والجرحى هم من الأطفال والنساء، وللأسف قد وصلوا نتيجة الصواريخ المستخدمة أشلاء، جزء كبير منهم وصل أشلاء مقطعة إلى المستشفى. بعد أقل من نصف ساعة وبعيدا عن مكان المجزرة الأولى أقل من نصف كيلومتر ارتكبت إسرائيل مجزرة ثانية مروعة باستهداف مركبة مدنية كانت تقل عددا من المواطنين، ما أدى إلى ارتقاء 7 من الشهداء. ولكن هؤلاء الشهداء نظرا لشدة القصف الإسرائيلي وصلوا جثث متفحمة ومحترقة إلى هذا المكان، بعضهم كانوا بلا رؤوس بلا أطراف نتيجة استهداف الجيب بشكل مباشر من قبل الطائرات المسيرة. الحصيلة ليست واضحة حتى الساعة، نظرا لأنه هناك أيضا أعداد أخرى من الجرحى بحال خطيرة في المجزرة الثانية. وأيضا سبق هاتين المجزرتين غارة على رفح نجم عنهما شهيدين وصلا إلى هنا إلى مستشفى الناصر. ونحن نتحدث أيضا منذ منتصف الليلة الماضية شهدت استهداف منزل في جباليا عدد من الشهداء، مدرسة للنازحين في منطقة التفاح 7 شهداء، شقة سكنية في منطقة غزة القديمة 4 شهداء، استمرار للعدوان على حي الزيتون وقصف مدفعي في منطقة الصبرة 13 شهيدا في مجزرة مروعة شهدتها المنطقة الوسطى وتحديدا مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، واستمرار للعدوان الإسرائيلي على المنطقة الشرقية لخان يونس لليوم 7 على التوالي. يتواصل توغل الجيش الإسرائيلي في منطقة الفخاري يدمر ويجرف الجيش الإسرائيلي مزيدا من منازل المدنيين هناك بالتوازي مع عمليات إطلاق نيران ثقيلة من الدبابات الإسرائيلية والمروحيات الإسرائيلية التي يدفع فيها الجيش الإسرائيلي. أما في رفح فيستمر العدوان الإسرائيلي على المنطقة الغربية بالإضافة إلى المنطقة الشمالية لرفح وتحديدا مناطق مصبح وميراج بالإضافة إلى المنطقة الشرقية للمدينة. شكرا جزيلا لك الزميل أحمد غانم مراسلنا من قطاع غزة. وفي شمال القطاع استهدف الاحتلال منزل عائلة السحار وسط مخيم جباليا للمرة الثانية خلال أيام قليلة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح. هذا التقرير لمحمود العوضية. نتواجد الآن وسط معسكر جباليا بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزل يعود لعائلة السحار وسط معسكر جباليا. طواقم الدفاع المدني لا زالت حتى هذه اللحظة تحاول إخراج جثامين الشهداء العالقة تحت ركام هذا المنزل المستهدف. استهداف إسرائيلي جديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذا المنزل. الآن طواقم الدفاع المدني تحاول إخراج جثامين الشهداء أو من تبقى أحياء تحت ركام هذا المنزل.
ايضا ما زالت طواقمنا تحفر في الصخر بالايدي العامله، فقط لا يوجد طرفنا اي معدات كي يتم البحث عن هؤلاء الاشخاص المفقودين. الاستهداف، اول استهداف مش اول مره، المكان هذا بالتحديد ما كانش اول مره. نقلنا احنا كهلال احمر وخطوات طبيه اكثر من الاصابات المستشفى الاندونيسي، نقلنا اصابتين خطيرات من هذا المكان، والاستهداف كان لمواطنين عزل زي ما انتم شايفينها، لا في قنبله نوويه ولا في صواريخ مقاومه، بنك استهداف الاحتلال العزل والمدنيين، هذا اللي تعودنا على الاحتلال، همجي وحشي وحسبنا الله ونعم الوكيل. بيوت هذه المنطقه المربعه في اقل شيء 15 بيت تم استهدافه للمره الثانيه، بيوت ناس امنين في كبار سن، في مقعدين، في اطفال. هذا الاستهداف المتكرر من قبل الاحتلال الاسرائيلي لن يمحو ذكرى من اخذوا على عاتقهم زوال هذا الاحتلال. محمود العوضيه، شمال غزه، الميادين. إلى ذلك، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين أنها قصفت بالتعاون مع سرايا القدس مقر تحكم وسيطرة للاحتلال في منطقة جحر الديك بقذائف الهاون. وفي رسالة تعزية ومباركة أيضا باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، عرضت سرايا القدس مشاهد من استهداف جنود العدو بقذائف الهاون وصواريخ 107 على امتداد محورين التري. استشهاد السيد حسن نصر الله، نقول كما قالها أميننا العام الدكتور فتحي الشقاطي، بورك حزب يستشهد أمينه العام، أن حزب لا يموت وأن حزب ينتصر. الله أكبر، بسم الله، الله أكبر. هذا وتوجه أسرى وأسيرات حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال في رسالة خاصة عبر شبكة الميادين بالتبريكات والتعازي لمحور المقاومة باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورفاقه القادة. وعهد السيد نصر الله أنهم سيبقون على خط الشهادة والشهداء والجهاد والمقاومة. وأضاف الأسرى أن جذبة الحق التي تضيء بدم الشهداء أو تضاء بدم الشهداء لن تسقط أو تتراجع، وأن القضية الفلسطينية ستبقى القضية الأسمى. وإلى الضفة الغربية، حيث تخوض المقاومة اشتباكات مع قوات الاحتلال في محور بلاطة شرق نابلس، وقد اعترف الاحتلال بإصابة عدد من جنوده بجروح خلال الاشتباكات. ورصدت مشاهد نقلتها مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إصابة أحد هؤلاء الجنود برصاص مقاوم فلسطيني، في حين تم نقل الجنود الجرحى إلى أحد مستشفيات تل أبيب. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب نتيجة إصابته الحرجة برصاص الاحتلال بعدما نفذت قواته حملة مداهمات واقتحامات في الضفة تخللتها مواجهات في بعض المناطق. واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان من بينهم الأسير المحرر عبد الكريم شاهين الذي أصيب بجراح خطيرة، ومنعت الطواقم الطبية من تقديم العلاج له واحتجزوا سيارة الإسعاف. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو في القوات المسلحة اليمنية
قصف هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة من نوع يافا. وكذلك استهدف أهدافا عسكرية في منطقة أم الرشراش إيلات بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 4، وأكد أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح. استهدف سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. وكذلك استهدف أهدافا عسكرية في منطقة أم الرشراش إيلات بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 4. وقد حققت العمليتان بعون الله تعالى أهدافهما بنجاح. تحيي القوات المسلحة اليمنية كافة المجاهدين الصامدين في فلسطين ولبنان لدفاعهم عن الأمة وهي تواجه العدوان الإسرائيلي الأمريكي ومخططاته الهادفة إلى إخضاع كافة البلدان والشعوب، وتؤكد وقوفها العملي إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني حتى دحر العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية ومؤامراته التوسعية. وتهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى الخروج من حالة الصمت والمشاركة الفاعلة في هذه المعركة المصيرية، ونحن في الذكرى الأولى لانطلاقتها المباركة، وهي مستمرة بعون الله تعالى حتى تحقيق النصر الموعود. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الظهيرة. للمزيد زوروا مواقع الميادين على الإنترنت الميادين.net. إلى اللقاء.